بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ أتمنى يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نقدر نوقف المحتوى الحساس أو نمنع ظهور الفيديوهات الغير لائقة على اليوتيوب، يعني بمعنى أصح احنا هنشغل وضع تقييد المحتوى بحيث ما يظهرش أي محتوى مخل على اليوتيوب. طريقة سهلة جدا وبسيطة هنتعلمها مع بعض دلوقتي، ولكن يا ريت في بداية الفيديو ما تبخلش علينا باللايك وبالاشتراك في القناة، ويلا بينا. أول حاجة هنعملها ندخل على اليوتيوب، وبعد كده هنضغط على صورة الأكونت بتاعنا من تحت هنا على الشمال أو على اليمين على حسب لغة الموبايل بتاعك طبعا، وبعد كده هنضغط على ترس الإعدادات اللي موجود فوق على الشمال، وبعد كده هنختار من هنا إعدادات عامة. وفي حاجة لازم تاخد بالك منها، إن الإجراء اللي أنت هتعمله ده هيكون على حساب جوجل اللي أنت شغال عليه دلوقتي، يعني لو أنت غيرت حساب جوجل بتاعك وفتحت حساب تاني كأنك ما عملتش حاجة، فلو أنت ناوي تغير حساب جوجل بتاعك فتتأكد إن أنت هتعمل نفس الخطوات. وبعد ما دخلنا بقى على إعدادات عامة هننزل تحت شوية، بعد كده نبدأ نفعل وضع تقييد المحتوى. أنا هنا مفعله، هنا بيقولك وضع تقييد المحتوى يساعد هذا الوضع على حظر عرض فيديوهات يحتمل أن تكون مخصصة للبالغين اللي هو بلس 18 يعني، وبمجرد أن أنت هتفعل الاختيار بالشكل ده كده أنت منعت ظهور المحتوى الحساس أو الغير لائق على اليوتيوب. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا استفدتم بفيديو النهاردة، ولو عندكم أي سؤال أو أي استفسار تقدروا تكتبوا في التعليقات وإن شاء الله هرد عليكم على طول، وأشوفكم على خير إن شاء الله بفيديو جديد. مع السلامة.